سول دري صغير تقول لي علاش زياش ما جاش المنتخب، يقول لك كاين واحد الخلاف ما بينه وما بين واحد علي زياش، ياك وعلاش الجامعه ما تدخل؟ شنو هو الدور ديال الجامعه؟ انا بغيت نعرف شنو هو الدور ديال الجامعه. راه ماشي وجب مدرب، راه انا مقاري ما والو، حطوني في الجامعه راه نجيب مدرب، نجيب مدرب واعرين، نجيب مدربين غير محليين وقدر يعطيو مدربين غير محليين. انا نجيب نعطيك مثلا لاعب عموشه السلامي الطوسي هو والد ركراكي، كاين اوتور زوينه كيخدموا في الخليج، كاين في الامارات وقطر اوتور زوينه، ها هو يوسف السفري مشى خدام في قطر خدام مزيان، كاين اوتور زوينه مغاربه، واحد جوج مدربين زوينين، مدرب مساعد ديالو زوينين، وواحد المهم اوتور شويه. واش حنا كنمشيو لتظاهره، كنمشيو حنا اكبر ميزانيه صورت 85 مريه باش مشينا حنايا الفراق كاع اللي مشاركين، يلاه ما واصليناش المخير المنتخب المخير بسبعة المليار 8 مليار، حنا غادي ب 87 مليار. حشومه طيب، حشومه ما يديروا لنا والو في الاخر، حنا غادي نعطي واحد الاضافه للمنتخب. هذا راه اي واحد راه يقول زياش تعطيه اضافه، لاعب مهاري فنان نجم في كل شيء، يعني طبعا واحد النجم غادي يعطيك اضافه للمنتخب ديالك، غادي يدعم الدراري، غادي يحفز الدراري، غادي بزاف ديال المسائل، يقدر يجيب لك الربح في اي وقيته، يقدر يجيب لك الربح شي باكيه شي حاجه، راك عارف لاعب نجم. انا شفت زياش خرج بتصريح قال ان المشكل عنده مع حجي، ما عندوش مشكل مع خالد وزيش. شفنا زياش ما كانش حاضر مع المنتخب الوطني، شنو الراي ديالك؟ واش كان غيعطي واحد الاضافه؟ كنظنوا غيعطي الاضافه حق مادام كيعتمد عليه المدرب ديال تشيلسي، كيعتمد عليه كرسمي مؤخرا، يعني كان غيعطي الاضافه، وكنا كنتمنوا يكون حاضر، خاش كان غيعطي للتشكيله واحد الاضافه وكنا غنستافدوا منه حنا. صراش لا جامعه لا حتى شي حاجه، حنا اللي كنا كان الجمهور كنستافدوا المنتخب وبغينا نشوفوا شي حاجه احسن، ولكن ما شفنا حتى شي حاجه اللي الجمهور ما فرحناش. ما المنتخب ديما كت الجمهور كان طامع انه يوصل نصف النهائي، ولما لا يتوج باللقب الكامل. حنا واخا ما كناش كنخرجوا بتصريحات ان المنتخب ديالنا زوين وبغيناه يوصل ليدي الكاس ولا سميتو، كنا متاكدين، كنا كنقولوا غيدير شي حاجه، وكنا باغيين ديال الكاس كنا كنقولوا غتكون ديال من نصيب المغرب، علاش ما تكونش من نصيب المغرب؟ ولكن ما شفنا حتى شي حاجه، يعني كيف ديما. تفرجتي في الماتش ديال تفرجت. شنو في نظرك شنو السبب اللي خلى المنتخب انه يتقصى؟ التغييرات عشوائيه، يعني ما عرفناش، انا كل مره كيدخل لك بتشكيله، يعني دخل الحداد كرسمي، ما بغاش انه يبدلو، فهمتي؟ باش ما يقولش انا اللي غلط، فهمتي؟ باش ما يقولش انا اللي غلط، ويخلي الجمهور يخلي الجمهور هو اللي يكون غلط. وخلى اللعابه كنشكروا كاع اللي كنشكرهم كاملين، تقاتلوا كاع اللي تقاتل كنشكروا، المشكل ما كاينش في اللعابه، المشكل عندنا حنا في الطاقم التقني، في حجي، في المدرب اللي عنده واحد الفلسفه زايده اللي ما خلاش الفريق يزيد لقدام. كنطالبوا بحجي ما يبقاش في المنتخب، لا بغينا المنتخب ديالنا يزيد لقدام ويمشي بعيد، حجي ما يبقاش في المنتخب، حقاش انه هذاك السوسه في المنتخب ما غنزيدوش بعيد، نمشوش بعيد الا بقى حجي في المنتخب. ما بقاش في الخصام، دابا حنا الخصام غادي كاع نقادو زياش، راه ماشي زياش فيه المشكل ولا غيزيد الى جا غيجيب لنا كاس افريقيا، لا، خص المنظومه كلها، مادام ان المنظومه كلها خصها تقاد، راه بركه سي يوسف حجي، بركه الله يجازيه بخير، دوز مع المنتخب، عطى المنتخب، الله يجعل البركه، يعطي لوحدين اخرين ونشوفوا نواه جديد، يعني اللي جا كاينين تبارك الله دي اطار وطني تبارك الله في المستوى، يعني الله يجعل البركه هذا السيد، هذا حتى هو يتنحى ما دار حتى شي حاجه، يعني القجع براسو ما دار حتى شي حاجه، عادي جدا انه يعطي فرصه لواحد اخرين، وحدين اخرين كاينين نواه ديال اللعابه ديال 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 المغرب، عطى الله زعما ما يتقال، ولكن ما عرفتش فين كاين الاشكال. ما بالنسبه ليك واش كان حكيم زياش غيعطي واحد الاضافه للمنتخب الوطني يكون اي تغيير؟ غادي يعطي بطبيعه الحال، حيت هذاك شفنا انه تشيلسي دابا كيفاش كيلعب دابا تبارك الله، ولكن ها انت كاع عيطتي عليه، الا ما عطيتيهش اللعابه اللي خصو يلعبوا معاه راه ما غاديش يعطي حتى شي حاجه، غيبقى حتى هو يجري بحاله بحال حكيمي وبحال بوفال وبحال ماي، يعني ما غاديش يعطي، واخا تجيب كاع اي لاعب جبتيه للمنتخب في هذه اللحظه هذه ما غاديش يعطي، حيت ما كاينينش اللعابه كلهم تيلعبوا في الفراقي ديالهم، هذا هو المنطق ديال الكره،
كيلعب الانسان اللاعب الا كان كيلعب في المنتخب في بلاصتو في الفرقه ديالو كيلعب 60 دقيقه على الاقل 70 دقيقه كل ماتش، هذا غنعطيه، ما غاديش نعطي شي واحد اخر واخا يكون في البارسا ولا يكون في مدريد ولا شي حاجه وجالس ما كيلعبش، راه ما غاديش نعطيه يلعب. هذا هو المنطق ديال الكره. الا بغينا نوصلوا بطبيعه الحال، الا بغينا غير نلعبوا كما كنلعبوا هكا، راه بقاو ديما الاخفاق. متفق مع حيت زياش لاعب مهم بالنسبه للمنتخب الوطني، بعدا حيت لاعب تيصنع الفارق، بحال مثلا المنتخب المصري عندهم محمد صلاح، يعني البارح كون كان زياش عندنا غيكون الضغط على المنتخب المصري، تما غيكونوا حاضرين معاه وغيدخلوا اللعابه خصيصا باش يشدوا زياش، بعدا حيت لا لعابه تلاهوا مع لاعب واحد يقدر اللعابه ديال الاطراف غيلعبوا مرتاحين، يقدر حكيمي بوفال رحيمي غيلعبوا الهجوم غيلعب مرتاح. حال لوزيتش يقدر يكون عنده الحق في شي حاجه حيت زياش فيه شويه العياقه وداك الشيء، ولكن زياش راه من حقه يدير داك الشيء، حيت لاعب تيلعب في تشيلسي ومدرب تيدخلو حتى لاعب تيتولير وشي ماركيلي وتيفتخر بانه تيلعب في تشيلسي، يعني حشومه ميجيش. وعاوتاني نهضر على واحد النقطه، خصو يكون شي تغيير في المنتخب، بحال مصطفى حجي ما خصوش يبقى في المنتخب، حيت مصطفى حجي هو السبب بعدا باش ما تيجيوش شي لعابه للمنتخب وشي لعابه ما تيلعبوش اصلا في المنتخب، هو السبب. بحال دابا البارح التغيير ديال بوفال برحيمي، رحيمي مزيان يدخل ولكن يدخل في بلاصه منير حدادي، ما يدخلش في بلاصه بوفال اللي يقدر يصنع لك الفارق في الاخر. ونتمناو يديروا شي تغييرات، بحال حيت كاينين مدربين مغاربه اللي قدروا يصنعوا الفارق احسن من مدرب براني، يقدر مثلا الزاكي يرجع، يقدر الزاكي يرجع مع شي طاقم تقني اللي مزيان، ما عرفتش. المهم بعدا الطاقم التقني اللي كاين دابا خصو يحيد، بعدا حجي اول واحد خصو يحيد من المنتخب، حيت ما غاديش ما غيخدمش لينا حنا. دابا المنتخب كنا تنتسناو يفرحنا، والو ما دار حتى شي حاجه. دابا لحد الان باقي اللي تفرحنا هي الرجاء ولا شي فرقه اللي تتلعب فينالات تتخسر واحد من خمسه ولا اربعه الفينالات، صافي هادشي اللي كاين. وبالنسبه للبونو حتى هو خصو يصحح شي حوايج ويعطي فرصه لمحمدي، حيت محمدي انا الراي ديالي محمدي احسن من البونو. الراي ديالي ان السي مصطفى حجي هو اللي خاصو يحيد، واش فهمتي؟ انما انا كنت خدام في واحد الريستورون هنا في شارع انفا، وكانوا كيجيو لي جوار كاملين كنقولوا لهم انتم تستحقوا تلعبوا في المنتخب، يعني دراري تبارك الله يعني ما شاء الله عليهم. قلت لهم كيفاش انتم ما كتلعبوش في المنتخب؟ قالوا لي السي مصطفى بزناز هو خصو يحيد زياد، السبب ديالو هو مصطفى حجي. لا ماشي خليل بزيج، الا كان خصام راه كاين ما بين مصطفى حجي وواحد حليل وزيج، هادو بجوج بيناتهم. المهم الا كان الخصام غيكون ما بين مصطفى حجي وجياس باش يخلي لنا زياش. البارح شفنا صلاح تبارك الله ما شاء الله عليه، كوايري يعني كيلعب في ليفربول تبارك الله، راك شتي المنتخب ديالو خاسر ورجعوا، حتى حنا كان عندنا البارح زياش غيرجعنا، ماشي ما غيرجعناش وكاينه. والمهم حنا ديما خاسرين، ديما كنتفائلوا بشي حاجه لقدام ولكن شي حاجه لقدام راه ما كايناش. هذا كلام خير، حيت هذا المشكل ديال زياش مع وحيد ومع القجع كانوا داك الشيء حوار، راه خوتو كيضاربوا وعائلات وورث وكل شيء، حيت هذه مصلحه وطنيه، مصلحه ديال المغاربه. زياش غيجي يريح مع القجع ويجي يريح مع وحيد، والمشكل اللي عنده نحلوا المشكل بلاتي الاحسن، حيت حنا اللاعب كيلعب في تشيلسي. تشيلسي راه فريق عالمي، راه دولي، راه ما يلعبش مع المغرب وما خاصو حتى شي خير، ولكن هو باغي القميص الوطني. علاش حنايا يجي يريح مع السيد، يريح مع الناس المسؤولين وريح ويعرفوا الخلل فين كاين، فهمتي؟ وترشوا الامور ديالك وزياش غيكون كاين بلاصتو في المنتخب، هو مزراوي اللعابه اللي رسميين عيب هاد جوج لعابين ما يلعبوش، عيب. حيت واقع ديال النقاش راه كيمشي، والضحيه شكون؟ هو المغربي اللي كيتشعل العافيه في قلبه، فهمتي؟ ولينا الناس هاد المغاربه مساكن دخلوا حتى الامهات والاخوان اللي ما عندهمش مع الكره ومرضوا البارح. كاين اللي البارح شرب الدواء ديال السكر، الدواء ديال الطونسيون، الدواء كاين اللي مات، كاين اللي هذا، واش واحد اللاعب غادي يسالي غيهز الباليزه ديالو غيمشي.
مشى لفرنسا في كيلعب غيمشي لتشيلسي غيمشي له صافي. وديك الهضره القديمه اللي كان هضره ايوا صافي حنا غنصلحوا الاخطاء ديالنا غادي نصلحوا الاخطاء ديالنا خدنا درس هو البح صلاح رحمهم البح حنايا كون بغينا نديو الماتش بغينا نديو الماتش كلش دينا صلاح نعطيو لعاب غنقولوا ليه شوف واحد شاد لعاب سمح لينا ما يلعبش ما يلعبش حتى ما يلعب صلاح نديو المقابله. هو رجل المقابله هو مدرب واستيران ولا كياخذ كلمه ودار فينا ما بغى ويستاهلوا لعبوا نفس ورجال هذا هو المشكل. والخطا اللي دار هو شي لعابه ماشي ديال المنتخب. منير كيبان لك منير كيبان لك ما كاينش بتاتا ومخليها وحده. نصيري ما كاينش حتى هو واللي غادي ماركي لنا ما عندناش وشي 10 شي مليون تيران ما كاينش والتيران ديال المصريين كيديروا ما بغاو. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.